بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. فصل الإنجيل يخبرنا عن دعوة زكا. فالرب يسوع له المجد كان يقول يصنع خيرا، يبحث عن المفقود ويطلب الضال. ذهب خصيصا لأريحة ومر من عند الشجرة بالذات لأجل زكا، ونعرف عنه أنه مضى رحلة مشي أكثر من 6 ساعات لأجل المرأة السامرية. فكل إنسان منا له قيمة غالية جدا في عيني الرب يسوع، وهو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كان لقاء بين رب المجد وبين زكا رئيس العشارين، لقاء فيه دعوة من جانب الرب وقبول من جانب زكا، وما ترتب على ذلك من توبة وتصحيح للأخطاء، زيارة من النعمة وخلاص. اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الخلاص، الخلاص هو كل ما أكمله الرب يسوع له المجد من أجلنا بتجسده، ألامه، صلبه وقيامته. خلاص من الخطية وتبعاتها. أجرة الخطية موت وهلاك أبدي. وخلاص من أيدي أعدائنا الشيطان وأعوانه. هذا الخلاص نحتفل به باستمرار، مع أنه كلف ابن الله ثمن باهظ، سفك دمه الكريم على عود الصليب. فصليب الآلام والأحزان للرب يسوع له المجد هو نفسه ينبوع فرح ومصدر بهجة للخلاص لكل إنسان منا. نعبر عن ذلك من خلال تعييدنا للصليب المقدس. بنعيد لعيد الصليب 2 مرات في السنة. المرة العيد الأصلي في 10 برمهات اللي بيوافق 19 مارس، وهو التعييد لاكتشاف خشبة الصليب المقدسة على يد الملكة هيلانا أم الملك البار قسطنطين. ده العيد الأصلي، ودايما بيجي في الصوم الكبير. أيضا الكنيسة رتبت عيدا آخر عند تذكار تدشين كنائس القيامة، وده بيقع في 17 توت، اللي هو بيوافق 27 سبتمبر، أو السنة دي موافق 28 سبتمبر، يعني بكرة، لأن السنة القبطية السنة دي سنة كبيسة، فلما تكون سنة كبيسة بتفرق يوم. فالصليب بالنسبة لنا مش مجرد رمز ولا علامة ولا صيغة أو زواء نتزوق بيه، ده أكتر من كده بكتير. ده الصيغة والزواء والصور والحاجات دي بس عشان تفكرنا بالصليب. إحنا تمسكنا مش بالمادة أو بالشكل، لا، المادة والشكل هم اللي بيوصلونا أو بيقربوا لنا الحقيقة، زي وسيلة إيضاح يعني. فأما نشوف قدام مننا
صليب من الفضة من الذهب من الخشب، نفتكر صليب ربنا يسوع المسيح. نتمسك بصليب ربنا يسوع المسيح في كل جوانب حياتنا. بالذات تلاحظ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن إحنا بنستعمل الصليب وعلامة الصليب بكثرة. يعني الكنائس الأخرى، إخواتنا في الكنائس التانية، حتى منهم اللي بيستعمل علامة الصليب ما تلاقوهش بيستعمله بالكثرة اللي إحنا بنستعمله بيها. ده إحنا كل كم دقيقة تلاقينا بنرشم الصليب ونقول باسم الصليب، صح؟ لو واحد عتر يقول باسم الصليب، لو واحد عطس نقول له باسم الصليب، لو عيل كح نقول له ايه؟ باسم الصليب. نقوم من النوم نرشم الصليب، نيجي ننام نرشم الصليب، نيجي ناكل نرشم الصليب. ابونا يقول لنا اريني باس، السلام مع جميعكم، نروح ايه؟ راشمين الصليب. نيجي نقول اجيوس قدوس، نرشم الصليب. يعني على طول على طول على طول، من اول ما الواحد مننا يتولد وعلامه الصليب ايه؟ ملازماه من اول ما يتولد. يعني بقى في اب وام مسيحيين اول ما يجي لهم طفل ما يرشموش عليه علامه الصليب، ما يحطوش الصليب تحت راسه. يقول لك العيال بيصرخ بالليل، طب حط له صليب تحت راسه، علق له صليب في صدره، صح؟ مش ممكن، مش ممكن تلاقي ابدا اب وام مسيحيين حتى ولو يعرفوا شويه قليله عن المسيحيه ويجي لهم طفل إلا ما يقعد يحط حوالين منه صلبان وتحت راسه صلبان وفي صدره صلبان، ها، ويرشموا عليه الصليب كل شوية، ولما يحصل له حاجة يقولوا له باسم الصليب على طول على طول. وبرضو آخر حاجة بتهيألي هنعملها وإحنا بنفارق هذه الأرض، نروح رشمين الصليب على وشنا، معشان هو ده التصريح اللي هيدخلنا السماء. هو من غير صليب يسوع حد فينا يقدر يعتب الفردوس ولا السماء؟ مش ممكن. ده هو الصليب اللي رجعنا مرة أخرى إلى الفردوس. ودايما نقول الصليب والقيامة، خلي بالكوا قوي إن احنا دايما نقول الصليب والقيامة، ما تلاقهمش ينفصلوا عن بعض أبدا. يعني زي يقول لك زي وجهين لنفس العملة، هي عملة واحدة، ناحية الصليب وناحية ايه؟ القيامة. واللي يجوا النهاردة عشية عيد الصليب، والمفروض كلنا نيجي ونحتفل بالصليب، وبكرة ان شاء الرب وعشنا نحتفل بعيد الصليب بالقداس، نلاقينا في المردات واحنا بنعمل الزفة كل ما نقف عند ايقونة ونقرأ انجيل نرد مرد نقول من قبل صليبه وقيامته المقدسة ردنا مرة اخرى الى الفردوس. وكل ما نعدي على صورة نقولها ونقولها 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 تاني ايه وتالت. الصليب اوفى ديوننا وحررنا من العبودية. كان علينا دين فوق طاقتنا، فوق طاقة البشرية كلها، لانه دين لله نفسه. الخطية حينما ارتكبت هي ضد الله، والله غير محدود، فبالتالي الخطأ يبقى غير محدود، وتبعا لذلك تبقى العقوبة كمان ايه؟ غير محدودة. ما على قد من ترتكب ضده يرتكب ضده الخطأ على قدر ما يكون العقاب، صح؟ يعني لو واحد غلط في واحد زميله وراحوا المحكمة العقوبة تبقى معقولة شوي، لو غلط في رئيسه تزيد أكتر، لو غلط واحد أكبر تزيد أكتر. دي بقى ضد الله نفسه، فكانت عقوبة موت أبدي وهلاك أبدي. طب ودي تتحل ازاي؟ ملهاش حل، ما هو هلاك هلاك. فما فيش غير إن رحمة ربنا وعطفه وحنانه يتدخل وبذل ابنه الوحيد، تجسد وتأنس، أخذ جسد مثل جسدي وجسدك ليقبل عقوبة غير محدودة على عود الصليب ويدينا احنا ايه؟ حكم براءة. شوف احنا بنقولها ببساطة كده، انما دي
كلفت الله الآب ثمن باهظ وكلفت الابن ثمن باهظ. الآب بذل ابنه. بقى في واحد فيه مننا يقدر يضحي بابنه؟ ايه ده الواحد يموت هو ولا ابنه ايه يتخدش؟ الآب يسلم الابن للصليب والابن يبذل ذاته عن حياة العالم لأجل خلاصنا، هو اللي خد العقوبة الأبدية وادانا احنا ايه حكم براءة. فالوسيلة الوحيدة كانت هي تجسد ابن الله وقبوله الموت على عود الصليب، قبول عقوبة غير محدودة لأنه هو غير محدود، هو والآب واحد، الله غير محدود. فلما ياخد عقوبة على عود الصليب تبقى العقوبة هي كمان إيه غير محدودة، فبالتالي إحنا ناخد حكم براءة. هذا الخلاص عظيم جدا وهام جدا، وطريق الخلاص طويل، طريق طويل يبدأ في المعمودية ويكمل في الأبدية حينما ننتقل من هذا العالم. كل من يقبل الخلاص يحيا به، خلاص ثمين في متناول يد كل من يقبل ويؤمن، ومركب الخلاص متسع لكل الخطاة الذين ايه اولهم مين؟ انا. هنلاقي في المركب دي زكا رئيس العشارين، نلاقي المرأة الخاطئة يقول لها يسوع إيمانك خلصك اذهبي بسلام، نلاقي اللص اليمين يقول له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. تصوروا هذا الخلاص السمين إن أهملناه. يقول لنا معلمنا بولس الرسول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. لنتمسك بصليب ربنا يسوع المسيح له المجد. الدعوة عامة ومفتوحة، اليوم يوم خلاص، والزمان هو زمان افتقاد، والساعة هي الساعة المقبولة. الرب يسوع قال له يا زكا اسرع وانزل، شيل زكا وحط اسمي، تحط اسمك. يسوع فايد بيقول يا صمويل انزل واسرع، ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. وكل واحد مننا يشيل كلمة زكا ويحط اسمه ولا تحط اسمها، يسوع بيقول لنا تعال هنا حالا، ينبغي لي أن أكون إيه اليوم في بيتك. دم الحمل مازال يتدفق من الصليب، الذبيحة مستمرة. على فكرة ذبيحة القداس اللي بنعملها دي مش تكرار، لا دي استمرار. في فرق كبير جدا بين التكرار والاستمرار. التكرار ده كان في العهد القديم كل يوم يقدموا ذبائح يقدموا ذبائح، لأنه منهاش فايدة، دي رمز بس لذبيحة المسيح. إنما في العهد الجديد الذبيحة مرة واحدة لأنها كافية وشاملة وأبدية. فاللي بنعمله في القداس ده استمرار. علشان كده في سفر الرؤيا تقرا يقول لك حمل قائم ايه كانه ايه مذبوح، يعني الجرح حي لسه والدم لسه ايه سخن نازل ايه سخن. في دم الصليب لنا طهارة ونقاء ومغفرة. امامنا خلاصا هذا مقداره، لنتمسك بصليب ربنا يسوع المسيح من الميلاد وإلى الممات. خلينا فاكرينها دي كويس قوي، عشان بعد ما ربنا يديكوا عمر طويل قوي قوي قوي، أما تيجي الساعة
آخر حركة نعملها خلي بالكم نرشم الصليب، لأن ده اللي حيدخلنا فين؟ على الفردوس. ولنحذر، لأنه كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. The chapter from the Holy Gospel tells us about the Lord Jesus calling Zacchaeus, the chief tax collector. Invitation from the Lord, acceptance from Zacchaeus, visitation from the Lord, and salvation to Zacchaeus' house. Salvation is all what the Lord has done for us through His incarnation, His open ministry, His suffering, crucifixion, and resurrection. Always crucifixion and resurrection together. We cannot separate those two main events in our salvation, crucifixion and resurrection. Two sides from the same coin. Salvation from sin and its punishment. The punishment of sin is death, eternal death and eternal destruction. We celebrate salvation by honoring the cross of our Lord through which He saved us. The cross is the source and the spring and the power of salvation. That's why the cross is very important in our lives, in our church, in our worship, in everything in our life, since our birth till our departure from this world. We celebrate the Feast of the Cross twice a year. Once in March, 17th of March, and once on September 27th, 27th. And if the Coptic year is leap year, it comes 28th. Like this year, we'll celebrate the Feast of the Cross, God willing, in the evening by Vespers today at 7 o'clock, and we'll have the procession of the cross. And then tomorrow, God willing, the Mass for the feast from 8 to 10. Not only celebrating the cross twice a year, but we practice our salvation through hanging on the cross. I don't mean just this beautiful decorated cross. This beautiful cross just means something to bring to us and our remembrance the cross on which the Lord offered His life for our salvation. We had a big debt, unlimited debt, when we sinned. Sin against God is unlimited. Consequently, the punishment also unlimited. Eternal death and eternal destruction. God to save us, there was no another way than the Son of God came in the flesh to take our place, accept unlimited punishment, and give us salvation from sin and its consequences. And He completed that through incarnation, crucifixion, and resurrection. The cross and the salvation, the only way, the blood of the Lamb of God shed on the cross to redeem us and give us forgiveness of sin. He loved us to the end and laid Himself on our behalf, took my place and your place to accept unlimited punishment, to give us salvation. It's a great salvation.
all the Old Testament's fathers and prophets, they were looking and living on the hope of the coming of the Messiah and offering himself on the cross. For this salvation, the prophets have inquired and searched, looking for it. The way of salvation. The way of salvation started by freedom from Adam's sin, but we reach its fullness in eternity. Starts in baptism, when we were baptized, born again, forgiven the original sin, and given through baptism and chrism all the resources and the assets to help us to complete our salvation. How long it takes to complete our salvation? How many days or years? Lifetime. It's not a project we get over with it in few hours or days or years even. It's lifetime project to complete our salvation. It's a serious matter, and we should be watchful and hang on it, because it's a great salvation. How would we escape if we ignore such a great salvation? During the month of September, there are three major occasions, especially for us here in the States. I'm making it easy for you. Can you tell me what are those three major occasions for us on September? The Feast of Nairuz, this is obvious, right? And the Feast of the Cross. What is the third big occasion? September. September 11. September 11, this is something very big here for us in the States. September 11 revealed the power of evil. And you know what? In the same time, God revealed the power of the cross on September 11. You may remember I told you this story before, but you may forget it. On September 13th, one of the firefighters, his name Frank was working to save as much as he can and to recover as bodies as he could. While he was going through the destruction at this point, he found something got his attention. He found a big cross, two beams, steel beams, very big. The height more than 6 foot, much more. An identical symmetrical cross in the midst of this destruction. And he called everybody, come, I'll show you Calvary. In the midst of this destruction, there is Calvary, yes. Calvary was in the midst of the destruction of the entire world. And in ground zero, there was Calvary. A cross, big, big cross, stood there. The power of evil could not destroy it. And Frank called it Calvary. And the cross was standing upright in the middle
of this destruction. The cross was God's way to tell everybody, I never left you. I have been here. I didn't leave you. And it is said that Barbara Walter, the famous reporter, went there with some of her relatives who lost their son in this destruction. And she was very angry and going around, can you tell me where is God here? Where is God here? Frank heard her and he told her, come and I'll show you where is God here. And he took her to the cross and he showed it to her. And she was shocked and told everybody, I need a picture for this cross. The Lord is telling us he is there. The weapon of the evil one is destruction, terrorism, you name it. But the weapon of God is the cross of his son. The cross in ground zero is the icon of hope. And at that time, a priest there in the church across the street from the building asked permission to move the cross to his church till the new building completed, and they asked that to put it as a monument on the same site, the cross which stayed up there. The evil one is fighting us with all kinds of weapons, but we have the most powerful weapon, the cross of our Lord. We should hold on the cross. There is open invitation for every one of us. The day of salvation and the acceptable time before the Lord. The blood of the Lamb of God still flowing from the cross, and in the blood of his cross we have cleansing, purification, forgiveness. We have a great salvation. We should hold on the cross since our birth till our departure.